أهلا بكم أعزائي في جمعية شهد قسم التعليم. درسنا اليوم هو أنواع الجموع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إن أهدافنا التعليمية لهذا اليوم أولا أن نتذكر أنواع الجموع، ثانيا أن نتذكر تعريف جمع التكسير، ثالثا أن نحول المفرد إلى جمع تكسير، رابعا أن نستقرئ تعريف جمع المذكر السالم، خامسا أن نستنتج علامات إعراب جمع المذكر السالم، سادسا أن نحول المفرد إلى جمع مذكر سالم، سابعا أن نستنتج تعريف جمع المؤنث السالم، ثامنا أن نستنتج علامات إعراب جمع المؤنث السالم، تاسعا أن نحول المفرد إلى جمع مؤنث سالم. فهيا بنا لنبدأ. بعد أن عرفنا أصدقائي المفرد والمثنى والجمع وعددنا بعض الأسماء المفردة والمثنى والجمع، الآن سنبدأ بهذا الدرس المشوق. سنتذكر الآن سوية أنواع الجموع. فبداية عددنا أنواع الجموع سابقا في درس جمع التكسير، وقلنا النوع الأول جمع المذكر السالم، النوع الثاني جمع المؤنث السالم، والنوع الثالث هو جمع التكسير. فهيا بنا لنبدأ. عرفنا أصدقائي جمع التكسير سابقا بأنه هو الجمع الذي تتغير أحرف مفرده زيادة أو نقصانا أو ترتيبا، أو تتغير حركات أحرف مفرده، حيث أننا من الممكن أن ننقص بعض الأحرف أو نزيدها أو نعيد ترتيبها أو نغير حركات الأحرف لتصبح جمعا بدل المفرد أو المثنى. والآن أصدقائي سنحول بعض الكلمات من مفرد إلى جمع تكسير. فبداية لدي كلمة كرسي، إذا أردنا أن نحولها إلى جمع تكسير ماذا تصبح؟ أحسنتم، كراسي. كلمة دفتر، ممتاز، دفاتر. وحقيبة، أحسنتم، حقائب. إذا لاحظنا فقد أضفنا بعض الأحرف، ومن الممكن أن نحذف حرفا أو نزيد حرفا، وبهذا حولنا المفرد إلى جمع تكسير. والآن أصدقائي سنتعرف بتعريف جمع المذكر السالم. طبعا تعرفنا في درس المفرد والمثنى والجمع، وقلنا عندما تذكرنا قبل قليل تعريف الجمع، وقلنا بأنه كل اسم يكون أو يدل على ثلاثة أو أكثر. وهنا لدي ثلاثة أشخاص، فنعرف جمع المذكر السالم بأنه هو اسم، أي لا فعل ولا حرف. طبعا هذا الاسم يدل على أكثر من اثنين، أي أنهم ذكور وليسوا إناثا. هذا الجمع يصبح جمعا بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، طبعا سنتعرف بهذه الأشياء بعد قليل. طبعا من علامات إعراب جمع المذكر السالم الواو، حيث قلنا سابقا أننا نزيد واو ونون، طبعا علامة الرفع هي الواو، وعلامة النصب والجر هي الياء. والآن سنتعرف ماذا سنتعرف الآن أصدقائي بعلامات إعراب جمع المذكر السالم. فمثلا لدي كلمة معلم، هذه الكلمة هل هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة؟ أحسنتم، هي مرفوعة بالضمة. طبعا هذه الكلمة هي اسم وليست فعل، ولكنها هل هي مفرد أو مثنى أو جمع؟ معلم، أحسنتم، معلم واحد فهي مفرد. إذا أردنا أن نحولها إلى جمع فيجب أن تكون ثلاثة وأكثر، ويجب أن تبقى اسما طبعا. فهنا نقول معلم ونضيف عليها الواو والنون، حيث أن علامة رفع جمع المذكر السالم هي الواو، ويجب أن تبقى النون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، فتصبح معلمون، معلمون. إذن فنضيف على كلمة المفرد
التي هي مرفوعة بالضمة الواو والنون فتصبح معلمون. وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة مثقف، فهي أيضا مرفوعة بالضمة تصبح مثقف زائد واو ونون فتصبح مثقفون. إذن فهذه في حالة. أما علامات إعراب جمع المذكر السالم في حالة النصب والجر، فمثلا لدي أيضا كلمة معلما، ولكن هنا كانت منصوبة، وطبعا في الاسم المفرد علامة النصب هي الفتحة، وطبعا معلم هي اسم، فمن الشروط أن تكون اسما. طبعا عندما تكون أو يكون الاسم المفرد منصوبا بالفتحة، فإذا أردنا أن نحوله إلى جمع مذكر سالم فنقول معلم زائد ياء ونون، الياء هي بدل النصب والنون هي عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، فهي الياء هنا علامة نصب الاسم الجمع والنون هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد فتصبح معلمين. هذه في حالة النصب. أما إن كانت في حالة الجر مثقف، فهنا مجرورة كما نلاحظ بالكسرة، فهنا نقول مثقف زائد ياء التي هي عوض عن الكسرة في الاسم المفرد، فالياء هي علامة جر الجمع المذكر السالم والنون هي عوضا عن التنوين في الاسم المفرد فتصبح مثقفين. فإذا كانت الياء هي علامة إعراب جمع المذكر السالم في حالة النصب. والآن أصدقائي فلنحول الكلمات التالية من مفرد إلى جمع مذكر سالم. الكلمة الأولى هي مدرس، طبعا هي اسم مفرد مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ولكن ما علامة الرفع في جمع المذكر السالم؟ أحسنتم، الواو والنون، فتصبح هذه الكلمة ماذا في جمع المذكر السالم؟ ممتاز، مدرسون، فهنا علامة رفع جمع المذكر السالم أن نضيف واو ونون. وإذا كانت كلمة مجاهدا، هذه الكلمة هي اسم مفرد نصب بالفتحة الظاهرة على آخره، ولكن ما علامة نصب جمع المذكر السالم؟ أحسنتم، الياء والنون، فماذا تصبح كلمة مجاهدا في حالة جمع المذكر السالم؟ ممتاز، مجاهدين، فهنا تصبح مجاهدين بإضافة ياء ونون في حالة النصب لطبعا جمع المذكر السالم. الكلمة الأخيرة هي مكتشف، هي اسم مفرد ولكنه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وإذا حولناها إلى جمع مذكر سالم ماذا تصبح؟ أحسنتم، مكتشفين، فهنا علامة جر جمع المذكر السالم هي الياء والنون، فنضيف ياء ونون على آخر الاسم المفرد لتصبح مكتشفين. فعلامة رفع جمع المذكر السالم الواو والنون، وعلامة نصبها الياء والنون، وعلامة جره الياء. وبعد أن تعرفنا أصدقائي بجمع المذكر السالم، سنتعرف الآن بالنوع الثالث من أنواع الجموع، وهو جمع المؤنث السالم. حيث أننا قلنا سابقا بأن الجمع هو كل اسم يدل على ثلاثة أو أكثر، طبعا هنا لدي فقط فتيات أو لاعبات، فهنا نعرف جمع المؤنث السالم بأنه هو اسم، أي ليس فعلا أو حرفا، يدل على أكثر من اثنتين، أي فقط إناث. طبعا هنا يجب أن نضيف للاسم المفرد ألف وتاء مبسوطة، وطبعا سنتعرف بماذا ماذا نقصد بعد قليل. فمثلا لدي كلمة لاعبة، هنا هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أحسنتم، اسم، هل هي مفرد أو مثنى أو جمع؟ ممتاز، هي مفرد. هنا هذا الاسم المفرد انتهى بالتاء المربوطة، لاعبة، هي لاعبة، فهي دلت على اسم مفرد مؤنث. فهنا إذا أردنا أن نحولها إلى جمع مؤنث سالم فنقول لاعب، حيث أننا نحذف التاء المربوطة ونضيف للاسم المفرد ألف وتاء مبسوطة، ف
فتصبح لاعبات، فيجب أن نحذف التاء المربوطة ونضيف ألف وتاء مبسوطة. وطبعا يجب أن ننتبه إلى أمر معين، أننا إذا حذفنا التاء يجب أن يكون للإسم المفرد معنى، فهنا عندما قلنا لاعب بقي لهذا الإسم المفرد معنى، فهنا نقول يجب أن أصدقائي هنا أن نلاحظ ملاحظة مهمة. فقبل قليل في كلمة لاعبة عندما كانت مفرد قلنا إذا حذفنا التاء المربوطة يجب أن يبقى للإسم المفرد عند حذف التاء كلمة لها معنى، فتصبح لاعب، فهي كلمة في اللغة العربية الفصحى لها معنى. فهنا إذا جمعناها جمع مؤنث سالم تصبح لاعبات، فهي أو نوع الجمع هنا لهذه الكلمة المفردة يكون جمع مذكر مؤنث سالم. ولكن في كلمة أبيات طبعا أيضا انتهت في الجمع بألف وتاء مبسوطة، ولكن إذا رددناها إلى المفرد فتصبح بيت. إذا حذفنا الحرف الأخير والذي هو التاء من آخره فهنا تصبح بي، ولكن هل لهذه الكلمة في اللغة العربية الفصحى معنى؟ أحسنتم، كلا، بي ليس لها معنى، فهنا الجمع لا يكون جمع مؤنث سالم بل جمع تكسير. وهنا أيضا لدي كلمة أصوات أيضا انتهت بألف وتاء مبسوطة، فإذا رددناها إلى المفرد تصبح صوت، وإن حذفنا الحرف الأخير هنا ماذا تصبح؟ ممتاز، صو. ولكن هل لها معنى في اللغة العربية الفصحى؟ ممتاز، كلا، فهي في حالة الجمع ليست جمع مؤنث سالم بل جمع تكسير. إذن فيجب أن ننتبه أن أي كلمة تنتهي بالألف والتاء المبسوطة ليس من الضروري أن تكون جمع مؤنث. والآن أصدقائي سنتعرف بعلامات إعراب جمع المؤنث السالم. طبعا الاسم المفرد كما قلنا سابقا علامة إعرابه أنه يكون مرفوعا بالضمة، فهنا كلمة طالبة رفعت بالضمة. ولكن إذا أردنا أن نعرف ما علامة إعراب جمع المؤنث السالم، فمثلا بداية يجب أن نحول الكلمة المفردة التي هي طالبة عفوا إلى جمع مؤنث سالم، ماذا تصبح؟ أحسنتم، طالبات. ماذا نفعل هنا؟ ممتاز، نحذف التاء المربوطة ونضيف ألف وتاء مبسوطة فتصبح طالبات. ولكن إذا نظرنا هنا أيضا نقلنا تنوين الضم هنا إلى من المفرد إلى الجمع فتصبح أيضا طالبات، أي أنها مرفوعة بالضمة، أي أن علامة جمع المؤنث السالم في حالة الرفع هو الضمة، أي أنه يرفع بالضمة. فهنا ننظر إلى علامة النصب، فلدي كلمة طالبة، طبعا هل هي مفرد أو مثنى أو جمع؟ ممتاز، مفرد، فعلامة نصب الاسم المفرد هي الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا إذا أردنا أن نحولها من مفرد إلى جمع مؤنث سالم أيضا نحذف التاء المبسوطة المربوطة عفوا ونضيف ألف وتاء مبسوطة فتصبح طالبات. ولكن هنا فلنلاحظ الفرق، في علامة أو في حالة الإفراد ينصب الاسم المفرد بالفتحة الظاهرة على آخره، ولكن في حالة جمع المؤنث السالم علامة النصب هنا الكسرة. علامة النصب ماذا؟ الكسرة، أحسنتم، حيث أننا نقول جمع مؤنث سالم طبعا منصوب بالكسرة الظاهرة على آخره. طبعا هنا يعرب بحسب موقعه من الإعراب. طبعا إذا انتقلنا هنا إلى كلمة طالبة، طالبة هي مجرورة بالكسرة الظاهرة على آخره، طبعا بما أنها اسم المفرد حيث أن علامة الاسم المفرد في حالة الجر هي الكسرة. فإذا أردنا أن نحول المفرد إلى جمع مؤنث سالم فتصبح طالبات، حيث أننا نحذف التاء المربوطة ونضيف ألف وتاء مبسوطة، ولكن عندما تصبح طالبات في حالة جمع المؤنث السالم فإنها تبقى الكسرة، أي تجر أيضا بالكسرة. إذن فهنا نعيد أن علامة الرفع في حالة المفرد تكون الضمة،
وفي حالة جمع المؤنث السالم تبقى الضمة. في حالة النصب في الاسم المفرد ينصب بالفتحة الظاهرة، أما في حالة النصب في جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة الظاهرة. وفي حالة المفرد يجر بالكسرة، وفي حالة جمع المؤنث السالم يجر أيضا بالكسرة. فنستنتج أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة كما قلنا، وينصب ويجر بالكسرة الظاهرة. والآن أصدقائي سنحول الكلمات التالية من مفرد إلى جمع مؤنث سالم. فالكلمة الأولى لدينا هي معلمة، طبعا هي اسم مفرد، ولكنه هل هو مرفوعا أم منصوبا أو مجرور؟ أحسنتم، مرفوع. بماذا رفع؟ بالضمة. أحسنتم، فعلامة رفع الاسم المفرد هو الضمة الظاهرة على آخره. ولكن إن أردنا أن نحوله إلى جمع مؤنث سالم ماذا تصبح هذه الكلمة؟ أحسنتم، تصبح معلمات، فهنا نحذف التاء المربوطة ونضيف ألف وتاء مبسوطة. وطبعا علامة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة الظاهرة على آخره. طبعا إن كانت كلمة مجاهدة، مجاهدة هي اسم مفرد منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ولكن إن أردنا أن نحوله إلى جمع مؤنث سالم ماذا تصبح؟ أحسنتم، مجاهدات. ماذا نفعل؟ نحذف التاء المربوطة ونضيف ألف وتاء، ولكن ما علامة النصب في جمع المؤنث السالم؟ أحسنتم، الكسرة، فتصبح مجاهدات، فهنا نحذف التاء المربوطة كما قلنا ونضيف ألف وتاء مبسوطة ونضع الكسرة لأنها علامة نصب في جمع المؤنث السالم. هنا لدينا كلمة وهي مكتشفة، مكتشفة طبعا هنا هي اسم المفرد، علامة جرها كانت الكسرة الظاهرة. وأخيرا أصدقائي سنتذكر ما أخذناه وتعلمناه في هذا اليوم. فبداية عرفنا أو عددنا أنواع الجموع وقلنا بأنها جمع المذكر السالم، ثانيا جمع المؤنث السالم، ثالثا جمع التكسير. وعرفنا جمع التكسير بأنه الجمع الذي تتغير أحرف مفرده زيادة أو نقصانا أو ترتيبا أو تتغير حركات أحرف مفرده. ثم انتقلنا لنعرف جمع المذكر السالم، وقلنا بأنه اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده. وعددنا علامات رفع علامات إعرابي جمع المذكر السالم، وقلنا بأنه يرفع بإضافة واو ونون إلى المفرد، وينصب ويجر بإضافة ياء ونون إلى المفرد. وأخيرا عرفنا جمع المؤنث السالم، وقلنا بأنه اسم يدل على أكثر من اثنتين بإضافة ألف وتاء مبسوطة. وقلنا بأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. بهذا أصدقائي يكون انتهى درس اليوم، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار لا تترددوا بالتواصل معي، وهناك ورقة عمل قوموا بحلها وشاركوني بهذا الحل. شكرا لحسن متابعتكم. في حال أعجبكم الدرس الرجاء الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.